مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية، وردني سؤال من أحد المتابعين، هل من الممكن أنه يلتقط صورة أو فيديو عن طريق ساعة أبل؟ فحبيت أعمل له هذا الفيديو. نعم تقدر تلتقط صورة أو فيديو، لكن قبلها طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ما مشترك رجاء اشترك بالقناة، فعل الجرس، لايك الفيديو. مثل ما تعرفون أنه ساعة أبل ما مزودة بكاميرا حتى ما مزودة عفوا بعدسة حتى تلتقط صورة، لكن اللي راح تستفاد من عنده أنه الايفون راح يكون اللي مرتبط وياها مزود بالعدسه، فهو اللي راح يلتقط. كيف راح نعمل هذه الحركه؟ راح ندخل على التطبيقات، نروح على الكاميرا، وهنا يفتح لحاله. الان هو يعني على الصور، لازم انت تتحكم، والان راح ياخذ صوره وايضا تقدر ياخذ فيديو. لو كبست كبسه قويه راح يبدي ياخذ فيديو مثل ما تشاهدون، وايضا يقدر ياخذ صوره، وراح تبقى مخزونه هنا مثل ما تشاهدون هذه الصور اللي اخذتها وايضا فيديو. الان راح اخذ فيديو، بدا يسجل الفيديو. فهذا الشيء اللي موجود، وبعد ما تخلص ممكن تغلق الساعه، ينغلق الخيار. طبعا نقطة حبيت أشير إلها أنه لو دخلت على الإعدادات راح تقدر تتحكم عدة خيارات. أول شيء هذا المؤقت التلقائي 3 ثواني، تقدر إذا تفعله أو تلغيه. وبالأسفل راح يكون تقدر تشغل الكاميرا الأمامية أو الكاميرا الخلفية وتبقى أنت براحتك. أيضا إذا نزلنا إلى الأسفل راح تشاهد الوميض و تلقائي تشغيل أو إيقاف، فتقدر أنت براحتك. وفي خيار ثالث اسمه صور الحية، تلقائي أو تشغيل أو إيقاف، هذه الخيارات اللي موجودة، فأنت تقدر تتحكم بها، تبقى أنت براحتك بهذه الخيارات. طبعا أنا حبيت أنه الأسبوع الجاي راح أجرب أنه الآيفون يكون بغرفة وأني بغرفة، طبعا تبعد تقريبا 10 أو 15 متر، وهل ممكن يصور أو لا. وهذه طبعا إذا صور فشي جدا مهم، أنه ممكن الآيفون يكون أداة للأسف للتجسس، أو أنه طبعا أداة للخير، أنه لو سارق سرق لك الآيفون فتقدر تشغل الكاميرا الأمامية وتأخذ لقطة للشاشة وتأخذ صورة الوجه. تحياتي ومع السلامة.